انا احمد النفاض، كان نفسي ابقى لعيب كوره. قعدت اتمرن كتير على التنطيط، وزي ما انت شايف ما شاء الله، واحد اتنين تلاتة، اوبا يا كبير يا نفاض. زي ما انتوا شايفين حضراتكو اهو، واحد اتنين تلاتة، والف في رجله رونالدينيو. اتعلمت شوية مهارات في الملعب زي الروليت، وزي الفليب فلاب، وزي التشميسة، بس باجي في الملعب معرفش غير مهارة بيبي، وطبعا مهارة بيكيه في ازاي تحط في نفسك جون بكل سهولة وبدون روت. احبابي في الله، عرفت ان الكرة جوان، وبكده لازم اتعلم اشوط على الجون. يا نهار ابيض، هوبا، مفيش فايدة، مش عارف احط جون، لازم افكر في حد اعمل زيه. ده مش ده مش انا اللي انا اللي هجلده، هجلد، ده هو ده هو اللي اللي هيجلدني. هيجلدني. حطيت الكرة على الارض وخدت نفس، اتحفزت جامد وقررت ان اشوط فاول، ولازم انشلها في الجون. ويوم ما تفكر تنشن لازم تصيب. رونالدو بابا 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 بالثلاثة يقصفهم كريستيانو. قلت لكم البرتغال بسبع أرواح، لأنه اللي عنده سبع أرواح يموت الروح الأول يبقى الثاني، يموت الثالث يبقى الرابع.